عبد الله أنا ودي أقول كلام ليس مجاملة لك. عبد الله أيقونة نجاح ملهم لكثير من المبتعثين، هذا حقيقة لا يماري عليها ولا يختلف فيها اثنين. عبد الله ما شاء الله درس في هارفارد، درس أيضا قبلها في مانشستر في ماجستير مرتين، حصل على ماجستير، وفي نفس الوقت رحالة ما شاء الله ما مقصر على نفسه بالسفر والسياحة والترحال، نشيط إعلاميا في تويتر في إنستغرام في الكيك. عبد الله الجمعة جمع الأشياء هذه كلها. ودنا نتحدث عنك شخصيا وعن تجربتك الشخصية في الابتعاث والتميز. يعني كل هذا اللي ذكرت فضل الله سبحانه وتعالى بلا شك، وهناك الكثير من العوامل يعني بعضها يعني كنت أنا لي طرف ليد فيها وبعضها لا، فلنشكر الله سبحانه وتعالى على كل ما يعني ما قدموا لنا وما يقدموا لنا. الحقيقة أتوقع جوهر كل عملية ناجحة وكل إنسان ناجح في هذه الحياة هو تنظيم الوقت. يعني كل يعني أثر الناس وحتى الأنبياء والفقراء والفاسقين والجميع عندهم 24 ساعة باليوم. يعني يعتمد على الشخص تماما كيف يستغلها بشكل جيد. يعني عن نفسي يعني بعد يعني جربت عدة خطط ويعني فاتضح لي إنه أي إنجاز أريد أو هدف أريد أن أصل إليه يعني أول شيء أنظر إليه كيف أرتب وقتي للوصول إليه. يعني والحمد لله يعني ذكرت مثلا يحب السفر، يعني كثير مثلا يقولون أنت كذاب ما تدرس في هارفارد، كيف ما شاء الله كل يوم ناقز لنا مكان وأنت تدرس في جامعة تعتبر قوية وكذا. يعني ممكن أذكر قصة بالمناسبة إذا سمحت لي. أتذكر يعني قبل إجازة أعياد الميلاد العام الماضي رحت أورلاندو في فلوريدا، وكنت وصلت رحلتي من بوسطن قبل زملائي بعدة ساعات. يعني فأنا قلت استغل وقت القيام بباحث يعني مطلوب مني بثلاثة يناير، يعني بعد رأس السنة بثلاثة أيام يعني لازم أشتغل عليه من اليوم. فأي طابعة في الفندق تعمل، فرحت سألت عاملة الاستقبال قلت لا لازم تعجلين علينا فيها. قلت انظر إلى بكرة. قلت ما انظر، لازم يعني أشتغل بحث الآن. قلت ليش المستعجل؟ أحد يشتغل في بحث بأول يوم في إجازته؟ أنت تدرس في هارفارد ولا إيش؟ والله يعني والله أدرس في هارفارد. لكن أتصور نعم هناك حاجز بين حاول قدر الإمكان طبعا بين الإجازة وبين وقت العمل ووقت الجد ووقت تويتر ووقت العلاقات الاجتماعية. لكن حقيقة يعني حتى النشاط في التواصل الاجتماعي يقل الآن، لأن وفرت الوقت كانت موجودة في أثناء الابتعاث. يعني التزامات اجتماعية أقل، التزامات حتى يعني حتى إعلامية وغيرها أقل، فبالتالي يجد الإنسان فسحة من الوقت لعمل ما يريد. عبد الله نرجع للنقطة الأولى، ما نمشيها لك معي. لأن أنا أسمع كثير مثل ما أنت تسمع أيضا عبد الله الجمعة وغير المبتعثين، وين يلاقي وقت؟ أنت رايح تبتعث ولا رايح تسافر وتتجول؟ وأوروبا أمريكا الجنوبية ما شاء الله يعني أخذ فيها جولة طويلة. عبد الله الجمعة وفي هارفارد يعني في أصعب جامعة تقريبا أو في أقوى جامعة يعني ممكن نتكلم، فكيف قدرت؟ يعني الكلام اللي ذكرته صحيح تنظيم الوقت، بس أتوقع في عوامل أخرى يعني غير تنظيم الوقت. الجميع يسعى أن ينظم وقته، بس الكثير ما لقى الفرصة إنه ممكن يطلع برا مدينته. فمباركنا ما شاء الله ياخذ جولات وجولات. أي. وهي طبعا بمناسبة جولتي في أمريكا اللاتينية كانت بعد ما تخرجت، يعني فهذه نخرجها من الموضوع أساس ما تحسب علي يعني. لكن هو فعلا هو كثير من الطلاب المتعاثين يواجهون بهذا السؤال، ويعني انه قارن بما يفعل الطلاب في البلد، يعني هل الذهاب مثلا استراحات ولا قضاء الوقت في المقاهي مثلا يعادلون الواحد يتفسح هناك في بلد ابتعاثي، يعني بلد جديد بالنسبه عليه، يروح المدن ودول قريبه. اصلا لما يكون انسان مسافر تخف رجله للسفر، فيعني هذا يعطيه المرونه انه يخرج من المدينه اللي عايش فيها. والحقيقه انا ما ارى يعني أمر آخر غير تنظيم الوقت إلا الرغبة الشخصية الحقيقية بالسفر والاكتشاف، وجعل السفر واختلاط مع أهل البلد المبتعث إليه جزء من تجربة الابتعاث بشكل عام.